السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة حذف حساب السناب شات بعد أن قمنا بإنشاء الحساب. ندخل على السيتينج أو الإعدادات، ثم نذهب إلى لوك بنسخ الإيميل الخاص بنا كوبي، ثم نذهب على سبورت أو الدعم، ثم ننتظر حتى تحمل الصفحة، ثم نقوم بكتابة delete my account. سوف يقوم السناب شات بحذف حسابنا بعد 30 يوم، ومن إيقاف جميع النشاطات الخاصة في الحساب. نقوم بالذهاب إلى صفحة Account Portal، ثم نقوم بكتابة الرمز وكتابة الإيميل أو اليوزر نيم، لنقوم ب أعتقد نقوم بكتابة الرمز الآن. نقوم بالنقر على لوج إن، الآن قام بمسح حسابنا الخاص بنا. نكتب الرمز مرة أخرى للتأكد. كوارتر SWS 444 DFD، وننقر على continue.